حفر الباطن الدفاع الدكتور اللي هو بن طابي بن هيل البسام ودكتور عبد الله بن ابراهيم المحيمين. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. أنا إن شاء الله في صراحة أسمع الفوز يعني حفر الباطن وقالوا الأمانة يعني مقصودين يعني حكومة الفيصل مع ذلك بس واقعة بسيطة مرت علينا وكنا في معاملة حديثة لكن الخارج المعلمة الأمريكية التي في عليا الرياض كلها تجيب إن تحاول العلاج في مستشفى الفيصل الخاصي بعدين تمرت مستشفى الفيصل الخاصي رجعنا ثاني مرة حضرنا في ظروف طبية عليا لأنه مرة مستشفى الفيصل الخاصي مضعف رجعنا ثاني مرة إعادة معاملة وعلاج ومعالجة مريض في مستشفى الفيصل الخاصي هذا المريض لكن مستشفى الفيصل الخاصي وكذلك عندنا احنا بدنا جميع عياده الجبائيه وكذلك عندنا التواصل في السكن وكذلك عندنا الاطباء الموجودين وكذلك عندنا الاي سي يعني مركز اعتقد في الكوريه المؤخره السائل التحالي في مستشفى الفيصل التخصصي عندنا ما شاء الله يكون في اطوار ممتازه احنا طبعا عندنا ما يحب الرياض ولكن احنا نتمنى ان نعطي الخدمات بنسبة أعلى ومعامله مع الأخوان الاستقلال اللي قاعد نخبط على نطاق التدخين والتبخسات يعني في أشياء قدمتها لنا باسم المركز التخصصي باب التعاون مثل الدكتور الرادعي نحن في إمكانية إنه يريدون أن أطباء الأسرة يشوفون يتابعوا المرضى التخصصي في حفر الباطن هل في إمكانية إحنا أفضل إن كنا والله نبعث أطباء الأسرة عندنا في حفر الباطن يروحون إلى دورات متخصصة بحيث إنه والله يصيرون لكن في حفر الباطن أنا بعيدون عن الرياض بعيدون عن الأدباء في المستشفى ثاني ما عندنا إحنا في حفر الباطن مستشفى تخصصي فالأطباء عندنا يكون رائع ثاني وقريب يمكن إحنا عندنا في تسعة مريض نتكلم في يعني مجدية الموارد البشرية شوية فإذا كان فرضاً متابع عند أي عملية نحن نقول نقول في إشراف غير نظرة يقول والله مرة مستشفى تخصصي بعدين في حفر الباطن المرة الثانية هل فرضاً في حين عندنا إمكانية أن نقدم مستشفى الفيصل التخصصي مثل ما قال دكتور واحد يكتشف حالات إنه والله راجع في النهاية مستشفى الفيصل التخصصي تكليف يعني يصير في اشراف فني نوعا ما على مستشفى الفني يعني والله مستشفى ناحيه اطباء حقين الاسره يعني والله يحدثون عن المرضى الموجودين في المستشفى هسه عندنا استشفاء عندنا هلمه يشوفون يتواصلون معاهم هل المبدا اي ولا عاد يتناقشون يصير اتصال بين الاطباء في المستشفى التخصصي والأطباء عندنا بحيث يأتون إلى جودة الخدمة لأن أطباء المريض هذا أكيد من معي جودة فهل يعني يصير أن والله الأطباء المسلمين بعلمهم الأطباء الأسرة الموجودين في حفر الباطن سواء بقيت جهة بين لا تدفع إلى مستشفى المدن الموجودة الطرف الثاني يكون على الموقع يشوفون هذه المادة والخدمات الأصلية بصورة ممتازة هذه رابية في حالات موجودين صراحة ما أخذت المجتمعات الشخصية ما أخذت حقها من العلاج بسبب ما فهل يمكن نشوف نوسع المرأة والله هل المرأة هو الأخذ المجيئة هل أخذوا حقهم حق راضهم على يقول يوم أنا سرطة يجون خطة الأسبوعين يجون يعني زيارة
والمرضى ولكن بعين الجملة السباحي الإسراء ما يعني دولة محلية لكن ما يعني من إدارة دولة محلية تبحث بإذن الله إن شاء الله في الجنوب والله يعني يتبنون السباحة التربية هذه مو على دكتور أنا أوعدك إن شاء الله الأستاذ صالح بن غرمان الشهري هو المسؤول عن المكاتب الإدارية في المملكة كل المراكز حيرتب إن شاء الله اجتماع قريب ونفس الاجتماع هذا يناقش فيه الأمور هذه كلها. احنا نركز في هذا اليوم على قبول المرضى وعلى خروج المرضى وعلى هذه الأشياء فما نبغى نروح نخرج عنها ولكن أوعدك إن شاء الله بإذن الله رتب اجتماع ونبدأ فيه بإذن الله الواحد الأحد. يعطيكم العافية. طالما عندك بدر وطالما عندك دكتور محميد ويوسف والله ماخذين كل شيء انتم ما شاء الله عليكم خليه على الله بس كل الخدمات عندكم الله يعين خير ان شاء الله الله يعطيك ابشر ان شاء الله بس ما في مواعيد تكون قريبه يا دكتور بعد ما انا موجود عندي انا اعطيه هو بعد 4 أشهر وهو يعني ما عنده مسكن الدنيا هنا مو في الرياض يعني انا لا يزعلوا عليك حدود الرياض لا يزعلوا عليك حدود الرياض أنا أولوية عموما دكتور احنا بإذن الله حنكتب كل بتوصياتنا حنذكر إن شاء الله طلبكم بإذن الله.